اللحية يا أخي والله ما ينبغي أن يكثر السؤال عنها، مسألة نعم لم ينقل التاريخ ولا السيرة أن أحدا من أصحاب رسول الله كان حليقا أبدا. نعم. اختلفوا في مسماها، هل تطلق على هكذا أو يؤخذ منها أو هي ما زاد على القبضة كذا، لكن اسمها لحية. بعض الناس اليوم يعني يتحايل على اللحية، يدير لأن بعض العلماء هذا شذوذ، يقول لك المهم إذا طلع الشعر شوية اسمها لحية. لا، يعني حتى بالعرف ما يسميها الناس لحية، اللحية هي اللحية، لكن وجاء بالإعفاء. فالمسألة تحتاج العلماء الأربعة، الفقهاء الأربعة مجمعون على ذلك، حتى ما ينقل عن الإمام الشافعي أراه ليس على هذا الذي يعني يمسك به بعض من يريد، وخاصة الآن ما في حد يمنعك منها وإلى آخره، فليس لك إلا أن تطلقها وهي واجبة، واجب إعفاؤها، واجب إعفاؤها. ومن أرى ومن كان الآن غير معفي لها لأي سبب من الأسباب نقول بادر، فإنك ستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة، وإن الله باعثك على ما تموت عليه، باعثك على ما تموت عليه، فإن كنت ملتحيا بعدت ملتحيا، وإن كنت غير ملتحي بعدت غير ملتحي. وماذا تقول رسول الله عندما يراك على غير صورة ما أراده لنفسه ولأصحابه صلى الله عليه وسلم؟